هل من الأفضل تأخير الصلاة عن وقتها حتى تكثر جماعة المسجد أم من الأفضل إقامة الصلاة على وقتها؟ الوقت متسع، وقت الصلاة متسع، فإذا اجتمع الجماعة فالأفضل أن تصلى في أول وقتها، أما إذا تأخروا فإنها تؤخر حتى يجتمعون. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجل، دفع للمشقة عنهم في الانتظار، وإذا رأهم تأخروا أخر. ففي وقت في الوقت لا بأس بتأخيرها حتى يجتمع الجماعة ويكثر ويصلي بهم ما دام الوقت متسعا، مع أنه ينبغي ويتأكد في حق المأمومين أن يبادروا إلى الصلاة، إذا سمعوا النداء فإنهم يبادرون إلى المساجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التأخر، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يقول سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فينبغي المبادرة للحضور لصلاة الجماعة في أول وقتها، ولا يجوز أو لا ينبغي التأخر، لأن ذلك يفوت أول الوقت وهو أفضل، وربما يفوت الصلاة أو بعضها ويجر إلى الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إنما التكاسل والتأخر الحضور للصلاة من صفات المنافقين، قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم.